ورين جوج كله سخان بشو إذن مشاهدين وتشبيه قناة شوف تي في، مرحبا بكم في هذا المباشر من قلب سوق الدواجن بالجملة بمدينة الدار البيضاء. الحمد لله الدجاج غادي وكيطيح التاب، يعني المستهلك المغربي أو المواطن المغربي، وحنا كنشوفوا الشاحنات باقيين كيدخلوا، هذه الفرصة ديالو باش ياخذ الدجاج، يعني خاص يكون واحد الإقبال كبير على الدجاج لأنه غادي وكيطيح الثمن. البارح كنا درنا 15 درهم، اليوم قل من 15 درهم، حنا غادي نعرفوا علاش قل من 15 درهم وشحال قل من 15 درهم مع الحاج الجرمومي اللي كيعطينا يوميا الأثمنة ديال الدجاج هنا في سوق الدواجن بالجملة بمدينة الدار البيضاء. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. بخير. السلام. تنسلموا على جميع المغاربة في أرض الوطن وخارج الوطن، تنسلموا على خوتنا المجموعين في القرار في مكانه، أي مغربي تنسلموا عليه وأي مسلم وغير مسلم، حنا تنسلموا على جميع خوتنا جميع الديانات تنحترموهم، وحنا ما عندناش مشكل معاهم، ما عندناش شي حاجه، تنطلبوا الله السلامه للجميع ونطلبوا الله يحفظ بلادنا ويحفظ مليكنا. اخويا الدجاج تفرح شحال ديالك؟ الدجاج الرومي اخويا اليوم 290 ريال. 290 دجاج غليظ دابا الدجاج غليظ، حندير شويه واحد السيمانات غيكون بحال واحد السيمانه ولا جوج غيكون طيح السوق طيح هكا، ولكن من بعد غيزيد شويه. اليوم 290 ريال، 290 غادي ناخذوا ب 330 ريال. 330 عند مول العالم. ولكن دابا الدجاج غليظ وداخلين واحد جوج فياجات بالحساب، جوج فياجات. هذا لا الرومي، الرومي جوج فياجات دخلوا اليوم تعبوا 300 ريال، الدجاج رقيق. تيدار 52 في قنطار، 50 في قنطار. تباع ب 15 درهم. الدجاج الغليظ 40 ولتحت كله تبع 290. والسلعة موجودة، راك تشوف تبارك الله باقي السلعة موجودة. دابا الحاج أنت كتفهم، ولكن الناس باش يفهموا لهم. الدجاج الرومي اللي فيه كيلو ونص، اللي كيلو ونص كيلو 600، جوج كيلو ب 300 ريال. والدجاج غليظ جوج ونص، جوج وربع، جوج ثلاثة كيلو، ثلاثة ونص، 290. 290 ياخذوهم ياخذوا 330 بحال هنا، بحال هنا ما كاينش شي مشكل، غيزيد عليهم 50 فرنك، راهم تما الناس ما تيحسبوش، حنا المغاربة عندنا، عند كاينين الناس دابا ديال المدينة وديال المارشي ديال المعارف وديال البورغون، تيديو رقيق. تتزاد عليهم واحد 50 فرانك، راه هذوك ما تضرهمش، علاش؟ هذوك راه طلب الله يسهل لكل واحد، هذوك شويه على حساب الحي، حتى دابا هذوك البيع والشرايه ديال الدجاج تيمشي على حساب الاحياء، بحال بنجديه، بحال دوك الاسواق ديال الدار البيضاء اللي تيكونوا مشهورين، تيكونوا مشهورين، شي يدز واحد 50 فرانك ولا 100 فرانك تيقول لك راه لاباس عليهم، هو مطالع بهم الله، لا نعرفوش لاباس عليهم ولا ما عندهمش، ولكن حنا تنقول داك الشيء اللي كاين ما عندناش من مشكل هما. ولكن حنا اليوم حنا خاصنا نوصل لهم داكشي اللي كاين في السوق، تنقولوا لهم ما عندهم تقولوا حنا انا راه تنطلبوا سنه تقول لهم شو غادي يدير معك ستيجوا باش ما يكونش حنا تنضيقوا على الناس، يكونوا حنا تيسمعونا انه ضروري نقولوا الثمن وضروري نشوفوا. شفتي حنا اذا عرفنا نشوفوا علاش هذا السيد مخلق معانا ومؤدب وتيبغي يوصل شي حاجه ما فيهاش كذوب، تما تيقول لك قول ولا ما تقولش، داكشي اللي كيقول قول لك قول وما تنزيدوا وما تنقصوا، هذاك الشيء علاش تنحبوا وتنبغيو يجي عندنا. اما الناس الاخرين اللي بغيو يديروا استجواب ما كيخوضوا، ولكن انا ما بغيتش يقولوا لكم الحقيقه، علاش ما تبغوش يديروا استجواب معاه؟ تيبغيو يكذبوا، وكاينه واحد الشركه في السوق ما تبغوش تقول الثمن، باش يبقاو دوك الموالين اللي فيهم ما مرقدين لهم السوق ويطحنوا فيهم، هذا هو علاش ما تبغوش يقول لهم الثمن، ولكن حنا تنوصل لكم داكشي اللي كان في السوق بالضبط، انه تنقول لكم داكشي اللي كان بشحال تبع الرومي وبشحال غادي يتباع. كيفاش كتوصل للحاج الثمن اليوم شحال الرومي؟ اليوم 290. يعني ياخذوا الناس ب 330. وكاين اللي غيبيعوا بقل، راه كاينين الناس يبيعوا بقل، كاينين الناس يبيعوا 16 درهم. الكرواتي شحال ديالها؟ الكرواتي الحمراء اليوم كاينه حتى البارح، كاين واحد الماركه ما تنبغوش نقولوها اللي ما نقولوها لهم. كاين واحد الدجاجه نص نص تيمشيو دابا تيسمعوا مع الفرنك، قال لك ودي حنا وضح لينا دوك مول الحوان اللي تنعرفوا في الدار البيضاء ولا برشيد ولا في سطات ولا في اي بلاصه انه في المغرب، حتى نقولوا حنا غير ديك الكلمه ديال مكسيه 10 دراهم والعريانه 5 دراهم، كاين واحد الدجاجه نص نص. مكسيه شويه وما معرياناش ما مكسيهاش، تتباع 140 ريال هنا في السوق. 140 130 حتى هي ندخلوا اللي ما عرفوها. حنا ما تمشيش عاد ودي جبدي ديك النصوص وتقول لي راه مكسيه، راك سمعتي 1000 فرنك، حنا داك التقليد خاصنا نحيدوا علينا ما ندوش غرام من المغاربه ديال التقليد، نقول لهم داكشي اللي كان بالضبط. كان الدجاج الحمراء نص نص كان 140 150 130 ريال. الدجاج الحمراء الكرواسيه كاينه من 130 حتى 150، وكاينه العريانه ديالها دايره 100 ريال. وكاين المكسيه داير 10 دراهم، داخلين فيها 6 الفياجات اليوم اللي كاينين، هادشي اللي كان في السوق فيها،
والدجاج الرومي تاتو الخير موجود الحمد لله كاينه السلعه. الدجاج غلي 390 ريال واخا انا غادي اول غادي تزاد السوق حيت دابا الناس دابا هما اللي الحوانت اللي يديروا 20 درهم هما اللي تيبلوكو السوق حيت عشان نهضروا معاهم تنقول لهم سهلوا الناس خلي الدجاج يخرج هما تيبلوكو لهم في السوق باش يستافدوا دوك هما النصاب دوك هما الكونتيرات اللي باغي تنصبوا حنا ما تنسبوش الناس المعقولين وما تنعايروهمش ولكن ما خصناش نتنصبوا بهذه الطريقه تيبقى حابس الدجاج الناس مالي تيجيبوا واحد الثمن تيزيد مول الحانوت ومول الحانوت تيمشي يحطوا تا هو داك مول الحانوت هو تيزيد واحد الصفقه وديما الضحيه هو المواطن هو المواطن المواطن تيكون العصا والكساب هذا الكساب دابا تيكون العصا الكساب دابا البارح جاب الكساب باع دجاج البارح 270 260 في فيرما في المغرب كامل 270 260 في المغرب كله راه ما تنهضروش على الدار البيضاء بوحدها بالضبط بالدار البيضاء حنا المغرب بلادنا كلها تنهضروا عليها كامله غتولي كاين في السوق كامل المغرب كامل واخا بيبي شحال داير الحجم البيبي داير 480 ريال باقي شد باقي 480 كاينه ماشي باش الثمن زعما هو دابا تيطلع غالي بزاف بيبي تيطلع غالي بزاف هو دابا انه ما يقدرش ينقصوا الثمن علاش حيت انا ما كاينش ديك السلعه كثيره بزاف ديك الكليدات اللي كان غادي يهرس السوق هذا السوق جديد وكاين البقري غالي بزاف البلدي البلدي دار بحال البارح 63 درهم 62 63 64 هادشي اللي كاين 70 درهم 70 درهم هادشي اللي كاين زعما مازال غادي يطيح من هنا لقدام البلدي يقدر ممكن يطيح ممكن يطيح على انه هو ما تيتكلش بزاف في الصيف كلمه اخيره الحاج لان التليفون قرب يتفق حنا الكلمه الاخرى تنطلبوا الله ينصر سيدنا ويحفظوا لينا ويبارك لنا في الاعمار ديالو ويحفظ لنا المغاربه كامل في الوطن وخارج الوطن وتنطلبوا الله يحفظ جميع المسلمين ومولاي الحسن ومولاي رشيد ولاله خديجه الشريفيه وجميع خوتنا المغاربه كاملين ومالي الدجاجيه يراعيوا شويه مالي الحوانت خلوا الدجاج يخرج ما تمحنوش الناس راكم محنتوا الناس خلوا المواطن ياكل الدجاج شويه رخيص باش الدجاج يخرج يمشي بحالاته يجينا الدجاج اخر باش هذوك السبع يصوروا شويه باش ما نلقوش مشكل في 98 راه غادي نقينا انه غادي يتهرسوا دابا راه واحد الوقت غيتمحنوا حنا اللي غنتمحنوا علاش غنتمحنوا خوتنا غادي ياكلوا العصا تتولي مره مسكره 10 درهم ديال الدجاج خلي الناس يبقاو يطيحوا شويه الثمن صوروا شويه حنا ما تقولش كنخسروا من جيبك ما تخسرش ولكن راعي خوتنا هي ما تزيدش ما تزيدش بزاف ما علاش تزيد انا شنو اقنع وبيع انا غادي 300 كيلو درت 500 كيلو وخلي الناس باش يخرج الدجاج باش يتباع للناس كلها عاود تذكر اليوم الدجاج شحال الثمن الدجاج 290 الغليظ هادشي اللي كاين في دار السوق 290 وجوج فياجات ديال الموين تبعو 300 ريال والدجاجه الحمراء شحال ياخذوا من عند مول الحانوت مول الحانوت 330 باش يتباع 330 او الناس الى عيق 340 340 داك اللي 340 الشفار ما باغيش هو الخير للبلاد ما باغي الخير للكسابه لا للبلاد ما باغي والو باغي يضر الناس كلهم ما باغيش الناس اللي من الخير حنا راه خاصنا نتعاملوا مع بلادنا خاصنا نراعيو ليها كيما الناس خدامين وكيما سيدنا خدام وتيوجد لينا في المشاريع وحتى حنا نوجد حنا روسنا حنا ننظموا روسنا حنا راه ماشي عندنا شي امكانيات باش غنهضروا شي حاجه اللي بعيده علينا حنا نشوفوها مع بعضياتنا نتقادوا حنا واما الشغل الاخر قادين بموالي الله يحفظهم لينا هذا هو اللي تنطلبوا وتنشكروا سيدنا لان الحمد لله اللي موفر الامور كلها وكل شيء واجب كل شيء كاين تنطلبوا الله يحفظهم وموالي الدجاجه الحمراء هذا هو اللي الثمن كاين اليوم راه كاينه من 4 من 5 دراهم العريانه وكاينه نص نص 7 7 ونص وكاينه المكسيه ب 10 دراهم وراه تيقولوا لنا نقصوا الثمن وتيقولوا انت راه ديروا فيه حرام لكن اذا نديروا الحرام جوجوا في السوق وانا ولا كان الثمن قل من التمر تيهرسوا السوق وما باش يشروا عندكم راه انا كاين نهار الدجاجه تتباع بالثمن وتيهرسوها في الثمن ما خصهاش تباع بالغلا باش انه المونطو ديال الفلوس يكون عند حمول الفيرما راه فاهمين اش نقول لهم تيبغيو يطيحوا لكم المونطو الباطي ملي كتقتل 100 مليون تقتل 10 ملايين باش نتوما حتى ما تديرونا توجهونا المنتوج خاص حنا ننتقموا منكم ولكن لا حنا لا حنا خاصنا نوصلوا لكم وانتوما تتصرفوا وانتوما تتعاملوا في داك الشيء ديالكم ولا كتبقى تصدقوا ديالكم الله يسهل عليكم حنا ما نزيد لكم الخير حنا من باب التذكير خاصنا هذا المشروع خاصنا نوقفوا عليه تلقوا الله وخوتنا المغاربه المواطنين حنا راه خوتكم وما غندوزوكمش وداك الشيء غنقول لكم داك الشيء اللي كاين بالضبط راه ما غنزيدوش عليكم وما نقصوش عليكم وغنقول لكم داك الشيء اللي كاين وحنا تنطلب لكم الدعوه معنا ومع وليداتنا ومع بلادنا ومع مالكنا ما تنساوش المالك ديالنا الدعوه مع الله يحفظه لنا طول لنا النيل الاحمر هو مولاي الحسن مولاي رشيد ولاله خديجه وأسر العلوي الشريفه كلها وجميع المغاربه والدارك والامن وجميع الوقايه المدنيه جميع خوتنا الجنود والقوات المساعده وعسكر الدارك والعسكر ديالنا نطلبوا الله يحفظ بلادنا من كيد الكائدين نطلبوا الله بلادنا توصل ونمشوا حنا بخير ويعطينا الله شي عام بكري وتكون فيه الشتا كثير ويكون فيه الخير كثير ونطلبوا الله نوصل كلنا ونجمعوا كلنا على كلمه لا اله الا الله محمد رسول الله والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. كان معنا الحاج جرمومي كيف العاده من قلب سوق الدواجين بالجمله عطانا الاثمنه ديال الدجاج كيقول بان الدجاج الحمد لله طاح اقل من 15 درهم يعني تقدروا تاخذوه عند مول الحانوت غير ب 330 ريال
الكروازي غادي تاخذوا ب 10 ديال الدراهم، تاخذوا ب 12 درهم الكيلو. هذه الكروازيه اللي فيها الريش، الكروازيه اللي ما فيهاش الريش تاخذوا ب 15 درهم مذبوحه ناضيه، هذه ثمينه بيبي 24 درهم الكيلو رخيص. البلدي ديال 62 درهم تاخذوا ب 70 درهم الكيلو عند مول الحانوت. شكرا لكم مشاهدينا الكرام على طيب المتابعه، ودائما من قلب سوق الدواجن بالجمله نحييكم، وإلى مباشر آخر.